انت هاي هاي بسم الله الرحمن الرحيم يا دافع البلا، سكنهم مساكنهم. ان ما هديت هالآلة اللي بيدك الحين بتصل على الشرطة ينشرونك من مكانك. هذا اسلوب دكتورة، هذا اكيد شهادتك مزورة. بس عاد خلاص يا ناصر، اركض شوي. ما يخالف يا ابو رشيد، روحي الحين بنام. يا ايوه اسمح لي، ترى جد انا ما اقدر اجامل، مو من صجه مو راضي يحترم البيت اللي هو قاعد فيه. اذا مو قادر يحترم نفسه خلي يرجع مكان مايه. شنو هذه غير سالفه؟ تو جاي عندنا بيفرض نفسه قصب علينا. خلاص 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 روحي. ها بس انا نفسي ما سمعت. خلاص يا ايوه روحي الحين بنام. روحي بارك الله فيك، روحي. الله الله الحنية. اسمع يا ناصر، اسمع ناصر ناصر. كل غرام الله يا ناصر. شو فيك يا ايوه ما تفهم انت؟ بس عاد خلاص بننام عاد. يلا سلمان يا حسرتي. اسم الله ما يروح. يا سلمان يا سلمان يا سلمان، قم 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 يبا، اخذ دواك اخذ دواك احمد. اي دواء هذا؟ ليش درى عليك كاكول قدام؟ طب وتخيل وهاك هذا الباجي. سامحيني يا بعد امري، انا اذا جاتني الكحه بالليل ما يفيد معاها دواء. ايش رايك يا سامحيني يا رنزبيل دافي؟ ما ابي اتعبش. قوم عيه قوم تيدد وروح صل كان مسجد عند عيني. قوم يلا قوم قوم. على ما وصل المسجد شد الناس صلت، بصلي في البيت. خلص اللهم لك الحمد والشكر، الله يحس المرأة في البيت. أي. يا بعد عمري أقول إيش حق نايم على القاعة أنت؟ أنا مهري أنا صاحية من صغيرة، عمودي عوي الفقري ما أقدر إلا أنام على القاعة. يلا قوم قوم جمول، وين أمي؟ بغرفتها. وين بتكون يعني؟ مو بغرفتها. شو مو بغرفتها؟ قبل شوي كانت هني وقالت لي جهز ريوك حق الضيف. راحت لفوق يعني؟ يبقى هو مو موجود، راح المسجد مع جبور. صج؟ يصلي بعد؟ الحمد لله والشكر. وليش ما يصلي إن شاء الله؟ عشان لابس بنطلون وجواز أمريكي يعني ما يصلي؟ حبيبتي هو مسلم ويده مسلم وعايش بديرة فيها مسلمين، شفيك انتي؟ سكتي لا يسمعش عريس القفلة بعدين يقول بينك وبينه شيء وشك بنواياك. الله يحفظه ويهدي إن شاء الله. يما شم قعدت هني؟ ما نمت الليل يا ليل، فكرة وديني فكرتي. زعلانة على خالي؟ والله يما زعلانة اني مو زعلانة عليه وايد. سجله قال بعيد عن القلب بعيد عن العين. الله شافيك يا خي. عيل شو تفكرين فيه؟ افكر ان ابوي ما اخذ ولا ادوى من ادويته، لا الضغط ولا السكر ولا الكوليسترول ولا شيء. يما اذا على الادوى ترى ما يتعطل، الصيدليات تارس الديرة. بس هذه اشياء ما تنسي، اخذ عصاته وثيابه وسيادته وترك الادوية. إذا تفكرين إنه ما يبي يعالج نفسه عشان متعاطف مع خالي اسمحي لي يما، ترى خيالك وايد واسع. والله أنت اللي ما عندك خيال بالمرة. أبوي خلاص حس إن مسؤوليته خلصت تجاهنا، باع الأرض والدكاكين واختفى. وين الجديد يما؟ كلنا نعرف هالشيء. بس هو عارف إنه لو حسن توفى قبله ما راح يارث شيء، وهو حس إنه مقصر بحق. ما فهمت. أبوي ما أخذ أدويته ليش؟ إنه يبي أخوي يارث. يعلكم ما تربحون، ليش ما حد قال لي؟ ليش ما حد خبرني؟ هذا انت دريتي يما، الحين ايش بتسوين؟ ايش بسوي؟ ايش دراني ايش بسوي؟ بس لابد في طريقه نعرف وين مكانه. تعالوا جمول، ما تدري وينه؟ فيه جابر يقول شوفوه يمكن راح عند ابوكم. ابوه ساكن عند عياله وناصر ما يحبهم، ما ظنيت يروح لهم. انا قلت بنطر شوي واتصل اشوفه هناك ولا لا. وايد مبكر يما، فايش لا اتصل الحين؟ لا مو مبكر، على حد علمي ابوك يقعد من فير الله يصلي صلاة الفير وانت مقاعد ما ينام. الا بعد كان غيرت الهدية وغير سلكه. ما يصير افزع لوادم من فير الله يما، وخزياء. وكل يوم بتجي لنا من صباح الله خير تطمنين علينا؟ ايه اذا ما عندك مانع كل يوم قاعد من صباح الله خير اطمن عليكم. مالت عليك ما عندك احساس، سلي عن اخوك بالاول. اخوي ما عليه شر، طلع بارادته، وواحد ثاني رد بارادته.
شب شب والله ودوب بس استغفر الله العظيم. أقول لك شو أخبار يدي؟ خير. أقدر أشوفها معك؟ ليش تعتقد إن أنا أعرف مكانه؟ أنا ما أعتقد، أنا متأكد. أنت لا تقول لي إن أبوك هو اللي دلاك البيت اللي صار له سنين ما يدري عنه. مع هذا ما تقدر تشوفه. وليش ما أقدر؟ أنت أبوك تعرفه، أنا ربيت عنده، أنا لي فيه أكثر من مالك أنت. أخي ولهت عليه وأبي أشوفه. وأنت أكثر واحد وله عليه وأكثر واحد كلمني عنك، بس صدقني لا أنت تقدر تشوفه ولا أنا. شوف عاد من غير الغاز قول إيش عندك، شو تعرف؟ لو منتبه حق جوازي بتشوف إن أنا داش من شهر وثلاث أيام، وهو يدي اللي طلبني، مو أنا جاي على رغبة أبوي، وهو اللي قص لي التذكرة وحجز لي. أبوي أنا هناك بغيبوبة، يا ابني قعدت معه سولفت له عن أبوي، سولف لي عنكم. آخر شيء خذني بالسيارة وقف على الشارع قال لي هذا البيت، وهني أنا انتهى دوري، تذكرت الباب وجيتكم. شلون انتهى دوره؟ يعني أنا ما أدري وين مكانه ووين ساكن وكم رقم تليفونه، وقال لي بدق عليك، وأنا أشك إنه يدق علي مثل ما قلت حق أمك اللي هي عمتي. قلت له هو يدق على أبوي يسمع يسولف معه، بس هو اللي يدق مو إحنا ندق. وين يروح؟ وين يروح يا حليمة؟ ما عنده أحد يروح له. نصور ما ينخاف عليه، ينخاف منه. خاف ربك، حرام عليك تظلمينه بروحه محتر ومنقهر من هالزواج، لا باركت في هالزواج ولا بساعة هالزواج. إيش فيك؟ سوي شو أول الطريق؟ لا تدمرين. إيش أسوي من حرمة فيني يا ربي؟ والمصايب اللي بقت تيتهل مرة واحدة. تعالي قولي لي سالفة عبد الوهاب الصغير هذا، صدق طلع ولد أخونه؟ سبحان الله. سبحان الله يا نعيمة، يشبه أخوي حسن، الخشم والوي والرزة. وين رزة؟ حسن كان رزة الله يهداك. أول مرزة يوم كبار صار رزة، بس وهاب دخل قلبي. الله دخل قلبك. ما علي على ولادي نصور 24 ساعة مجابلت صباح ومساء ولا كلمة كويسة، طول وقتك تشعمين فيه يا المدلقم يا المدور ولا ها؟ بس صغيرة بس حسد. لعن ابو دارك هذا ولد اخوك مو غريب، ولد اخوك وصارت سنين وبنين ما شفتيه. وانا اقول بيي بستقبلك بالمطار وحالتك حاله، اثاري بقلبك شكوى لا تتحمل التاجيل. ها شكوى الا شكاوي؟ انا ينيت استخفيت، هالانسان مو طبيعي، ما ادري شو متحمل نفسه، عليه بروده اعصاب خياليه. لا والمصيبه العوده ان ابوي دادي كنا ياهل. انزين احنا مو ذنبنا انه هو كان بعيد عنا، الذنب ذنب امه واخوانه اللي وخروه عن ابوي. شوف عمر انا ما عاد فيني اتحمل، ابوي لازم يسافر باقرب وقت وهالانسان يطلع من حياتنا مو ليا. ما اقدر. لا تقدر. لا ما اقدر لاني وعدت ابوي وانت بعد ان احنا ندير بالنا عليهم، وما اقدر ارد بكلمتي. لا يا ابوي اكيد ايس منه وايس من شوفت اخوي، علشان كذي طرش يا ابو هابي حتى يبرد ذمته. بس ليش شيء؟ ليش الله يهداك؟ احنا اولى بخدمتك ورعايتك. يما لا يضيق خلقك. الله يسامحك يا الله يسامحك وين ما كنت ويطول بعمرك. زين يما في 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 شيء ثاني قاله وهاب ان ال قول له التأتئة. يما ان وهاب سمع ان ابوي توفى. لا تهببين، لا ترفعين ضغطي. قاعد تهببين على شنو؟ على رجعت الحاض؟ تهببتي طالعيني طالعيني يا ربي، هذا منظر عروس، هذا منظر عروس. انا طول الليل البارحه ما نمت من كحته. ريال مريض لازم يكحش، تبين يسوي يعني؟ وانا ما احب الكحه، الكحه تنرفزني. بس ما اقدر ما اقدر صراحه ما اقدر، اقعد ودي اطلع اروح بيتنا الحين. كيف الباطول هوت؟ ما بي عرس ما بي زواج. ما شو لا يسمع؟ لا تقفينه، لا تحاطين مقفته، ما يسمع، سمع ثقيل. وي نعيما قعدتي تتشكين، ترى ماني جايتك مره ثانيه. خلاص انت استلمتي القريشات بحطقش على ايدك. وانت صاجه ما غلطتي. اقول سامع المثل يقول يا ماخذ الشسمة على ماله يروح المال ويبقى الشسمة على حاله. وانت صاجة. نعيمة حبيبتي سمعي نصيحتي، انت كل ما ضاق صدرك فكري في الضمانات اللي عندك، ترى الريال ما قصر معاك بعد. ما قصر الله، لا يقصر بعمره من قال لنا قصر يا ام تركي.
وبصراحة أنا الذهب حطيته في الأمانات بالبنك، والفلوس حطيتهم وديعة عشان لا مدي ديني عليهم. عافية عليش تعجبيني، وما شاء الله ريلت صخي كريم بيته فيه الخير. ندري إنه كريم بس أشم ريحة شي مو صح. إيش قصدك؟ ما شاء الله أشوف صواني رايحة لبيتك لعيالك، يا الله دفعت بلا عنك وعنه. اليوم الخميس يا حبيبتي النافلة، ولازم نطلع شيء. هم متعودوا وحنا متعودين على ان احنا فقارة وما عندنا شيء، لكن كنا نطلع يوم الخميس بالنافلة. وهي طلع حق ربعه وحق ما شايفك ان شاء الله. باختصار، ما مرت 48 ساعة من عرفناك، شلون تبينا نأمنك على بيتنا؟ أصلا ما ندري إذا أنت ثقة ولا لا. شوفي يا أم جابر، في أشياء أنا أعرفها وأشياء ما أعرفها. أبوك لما سمع خبر حسن طاح شنو بالإسعاف. وش هالحكي؟ ليش ما درينا؟ هذا قبل لا يطلع من البيت ولا عقب؟ أبوي عمره ما بات برا البيت، ومتى صار؟ أقول يعيش بالسالفة علامك انتي. عقب ما طاح ركبوا عليه الأجهزة زين، قالوا بيخلونه في الملاحظة. قال لا لا يمكن أنا أنام. جابوا له ورقة وكتب على نفسه إن لو حصل له أي شيء مو مسؤولين. الرجال طلع بعد يومين شل شلايله. وين رايح؟ قال ما نعلمك، لو علمتك أكيد بتقول لهم، بس أحسن شيء ما أعلمك. ليش ما يبينا نعرف مكانه؟ ما أدري، يمكن يبيكم تذكرونه وهو بقوته. يعني هو وين في الحين؟ في المستشفى؟ ما أدري، يعني هو قال بياخذ غرفة في أي مكان ويعيش فيها لمن الله ياخذ أمانته. ليش سويت كذي؟ يعني إذا إحنا ما خدمناه بهالعمر من بخدمه؟ ليش آخر عمره يتبهذل؟ طيحة حسن هدته 30 سنة وهو ما قطع الأمل. يقول حسن ولدي هو اللي بينزلني بالقبر. والله أبوكم مثل ما هو صعب عليكم وفراقه صعب علي أنا. لا تفتكرون إن ظلمكم. أبو حسن ترى ما ظلم أحد. أخي وين بنروح؟ بنروح البيت. بعد وين بنروح؟ شلون أروح البيت وأنا قاعدة أحاتي ولدي؟ من صدق أنت؟ تحاتي الولد اللي كبر الثور؟ لا هو ولدك ما قلت لي هالحكي. هذا أبوي ريالش كبره ونحاتي. روحي بتجاب لي ريالش ويا برقايل مو راد البيت اللي هو معاه، والعلمك ترى طلعته ما هي سهلة علي. يسهل علينا كلنا. زين وأمينة؟ إيش فيها أمينة؟ بديش أقول لك يا حليم، البنية أحوالها تغيرت، حتى تفكيرها بكبرة مو عاجبني. إذا شايلة هم جابر ترى الولد شايلها من راسه، وأنا ماني زعلانة. أنت بنتي فاهمة. أدري يا ربي ما أدري إيش أقول لك. هي تحبها صح؟ أول حلفي، حلفي بذمتك وعيالك إنه ما يطلع منك حتى لو تخانقنا. حلفي حلفي بالأول. من غير ما حلف قولي. تحب الأبو يا حليمة، تحب الأبو وبتاخذ الولد. لا إيش ها؟ الحقيقة خدمة الفيسبوك رهيبة، لولاها ما دليت طريقك. يا أخي ما أدري، أحس روحي أطلع من كذبة أدش بكذبة. يا ابن الحلال سمها حسن تصرف. أنت بتقعد كم يوم كم أسبوع وبتمشي؟ عيل أنا شو أقول؟ اللي يارهم وبتم يارهم. أصلاً ما راح يصدقون إن أنا معاك متواصلين من شهرين وشوي، وأنا كلامي عدل؟ قبلها أنا ما أعرفك ولا أعرف الوالد.
يعني بيزعلون اللي داروا ان يدي اخذ رقمي منك. ما توقعت الاحداث اللي صارت. واكيد يا بيزعلون يدك ترك لهم البيت وطلع. يعني ابشرك السالفه بتطيح براسي. كان ودي اقعد معاه اكثر. حبيته من سوالفه. لما قعدت معاه حبيته اكثر. كنت احط سبيكر واسمعه يسولف حق ابوي. مرات يسكت يسمع التنفس مال ابوي. ساعات اسمعه يبكي. مرات ينقطع الخط. كان كل يوم يدق بنفس الحزة مدة شهر ونص. ما أدري ليش أحس إن أبوي كان يسمعه، يحس بالكلام اللي قاعد يقوله. ولين متى بيتم يتعذب؟ أقصد أبوك. أبوي مو قاعد يتعذب. على كلام دكاترة إن أبوي بعالم آخر شبه ميت. أنا اللي قاعد أتعذب غير المصاريف. لما يقرر يدي القرار الحين بيده وهو قال إنه بيتكفل بالمصاريف الباقية. خلص دوامك؟ إي خالتي ناطرة أختي. بس الساعة صار الثلاث. ما يخالف عادي تلاقين زحمة، هي تمر أمينة قبل لا تجيني. عادي أنا مو مضايقة. للحين يضايقونك؟ قصدك يتجاهلوني؟ ولا واحدة فيهم تكلمني مع ان انا حبيت الشغل وحبيت المكان. احس انه شرح. في مستشفى شرح؟ امراض وبلاوي وعمليات. لا لا انا اقصد انه ما تعودت على كذي، ناس رايحة وناس رادة. احس انه حياة وموت. تتأثرين لما احد يموت؟ المفروض اتعود، لكن كل مريض يفارق ياخذ شيء مني، خاصة اذا كنت متابعة حالته ومسولفة معاه. الظهر وصلوا. ما باركت حق خالتي نعيمة. بمرهم قريب، سلمي عليهم. خالتي ما يخالف تكلمين دكتور مهنا ينقلني قسم ثاني؟ ما ينفع يا ليلى. نفس الصورة اللي ماخذينها عنك راح تنتقل معاش نفس القسم. انتي ما غلطتي، واجهي ولا تهربين. أنا قاعد أدون ملاحظات علشان أحفظها. شو ملاحظات اللي تدونها الله يهداك؟ هذا مخ اللي عليك. لحسابك يبا إيش فيك؟ يبا شيل دفترك، تراك معطلنا. إيش حطلتك عنه؟ يا أخوي معطلنا، هذه مكاين مو لعب. كل يومين ثلاثة دازلنا أهلي حاله ويسجلون ملاحظاتهم، لا ويزاحمونا بيصيرون مسؤولين بعد. ماكو شيء طبخة، قاعدة هني بحكم العادة. ما عليه. أمك بتطرش لنا الغداء. فشلة خالتي، ناكل من بيت ريال غريب. من قال غريب؟ هذا ريال أمك. قومي بس ذهبي للصحون، صحون الصين اللي يدد، وذهبي السفرة، حطي القفاش السجاجين، خل نبيض وجهنا قدام ولد أخوي. عيل ليش ما رحت الشغل اليوم خالتي؟ مالي خلق أداوم، ولو إني متدربة ومالي حق أغيب، بس مالي خلق. إنزين اليوم ما رحتي وغبتي، باكر شلون خالتي؟ بتخليني مع ريال غريب بروحي؟ واختك وين؟ اختي ما تطلع من غرفتها خالتي، وقريب بتتزوج. خلي امك تقعد معاش لما نرد من دواماتنا. انزين خالتي هو ايش كثر بيقعد؟ والله يا امه ما ادري. ما اقدر اساله. وبعدين هو مو قاعد على روسنا، قاعد ببيت يده. على العموم هو مو غريب، هو ولد خالك. اتم غريب خالتي، ما تعودنا عليه. البنات وايد تاخروا. خالتي صاير فيك شيء؟ انا حاكيك وبالك مو وياي. هسه ما شر فيني بلاوي، مو شيء واحد. يد انحاش وام انحاشت واخت انحاشت وانا انحشت، وانت شكلك على هاللبس هذا بتنحاش وتقول ايش فيني؟ فيني بلاوي. انت ايش فيك؟ ايش فيك؟ الحين زواج امك واختك تسمينه نحشه؟ انت ويا يدي طلعتوا برضاكم، ما قلنا نحشه. مو برضاي غصبا عني، همشوني وعلى جسر المسيب سيبوني. انت كلها بتنكت، انا المهم اني انا تطمنت عليك، هذا اهم شيء. اي تطمنت علي؟ من ثمر بالحديقه انا صار لي ساعه قافلين علي الباب، والابو راح ما رد، وتقول تطمنت علي؟ زين
اقعد معي شوي سليني. شنو ديروف انا قاعد وياك اسلك ايش فيك؟ ايش فيك انت؟ ايش فيك انت على اللبس هذا؟ تقول شنو خال ماته؟ لا والله. يلا حياك. اوف انت شوف هاي عدله يبا؟ عدله يعني؟ شنو طراره انا قافل عني الباب؟ ايش عندكم بهالبيت هذا عشان يبان؟ انا ولدك العوده تمسخر هالمسخره هذه؟ ايش حقه؟ اذا نقول شيء حاجهم بدل هم قافلين عني باب البيت وقاطيني بالسكه يعطوني مفتاح. انت اللي ساكن بالهند عندك ثلاث نسخ وانا ما عندي ولا نسخه. ليش انا انت ليش قرقر واجد؟ شيل الغراض من فوق. وين شنو كبر خمرك حرفات انت؟ هي شيل غراضك يلا. خبر انت فكر انا خوف؟ انا ما في خوف. لا يسوي صرخ. اسمع لا تطلع مني انا بين بيتك. ترى انا ما اعرفك ولا احب اعرفك. ناصر ترى هذا خال عيال. يبا هذا خال عيالك مو خالي انا. ها اعرف انا شنو اقول ولا ما اعرف؟ ما عليك من الحين. فهمت انا ايش قلت لك مساع؟ شوف يا ناصر اللي ابي منك يا يبا انك تعدل اسلوبك واخلاقك مع اخوانك. على اليوم هني باشر بعيد ما اقدر اقصبهم على شيء. ايش تقصد؟ انا وصيتهم عليك والحين يا يبا اوصيك عليهم. الكلمة الطيبة يا يبا مفتاح. مفتاح البيت يكون عندي حالي من حالهم. قلت لك هذا البيت بيتهم شروه من تعبهم من كدهم. انا ما عندي الا البيت اللي فيه الخال. عقب عيني بيصير حقكم كلكم. يعني البيت اللي قاعد فيه بيساب بيتك مو بيته وبتنفيه دام انا حي. سبحان الله من قبل كم يوم قلت لي ما عندك ولا شيء الحين صار عندك بيت؟ لا ومبدي بالشباب علي؟ أنا بدل البيت عندي ثلاث لكن البيت الوحيد اللي باسمي البيت القديم. على الحين ما بت عشان تورثوني. وأنا ما عندي لا بيت ولا عندي شيء وانت ساكن بالهند. إيش حق مقرب الهندي ومبعدني أنا؟ يا أخي سجل البيت باسمي وعزني أنا اغنيني عن الناس وأظلم إخوانك؟ أنا عندي غيرك ثلاث بنات وولد. خير خالتي؟ سمعت انك بتنخطبين؟ اي وقلت حق ابوي يخلص معاهم يعني يملك مره واحده قبل لا يسافر. يعني مو المفروض نسال عن المعرس؟ ما له داعي عريس لقطه على قولتهم. كلمة عدل عن السخافه. شنو يعني لقطه؟ ابو غني؟ اي وبيتخرج من الجامعه وشكله لا باس فيه. وبتعيشين مع اهله؟ والله ما ادري انا ما كلمه بس شنو فيها اذا عشت مع اهله؟ لما ولدك كان مالك علي كنت بعيش معاكم هني. خلي ولدي برا السالفه وتحكي عدل. انا قاعده اتحكي عدل خالتي. واذا عندك شيء قولي بويهي بدون لف ودوران. امو انت مو قاصره شيء لا تستعيلين. والله امركم عجيب. الحين تروحون تقولون حقهم تركي تدور لنا ريايل ولما يجي معرس يخطبنا تقولون لا تستعيلون. امي قالت لك شيء خالتي؟ أنا أقول صلي صلاة استخارة يمكن ربي يشرح سترك. وأنا قررت وإذا صار عندي خير إن شاء الله بساعدكم مثل أمي. خلي خيرك لك الله يغنينا عنك. بس سمعي ترى اللي شايلين بقلوبهم عليك اثنين باكر يصيرون أربعة واللي صاروا أربعة شي فكك حتى أهل المعرس بيتأذون. عرفتيهم ولا أقولك أساميهم؟ زين لك كسرت صحون خالتي؟ انت وين كنت؟ اشتاوى مطعم يوناني. حسبي الله عليك، حسبي الله عليك يا نصور. رحت مشرك ورديت مشرك؟ انا ايش اللي خلاني اطلع معيني؟ ايش اللي خلاني اسقي فيهم؟ منو دش غرفتي وانا مو موجود؟ اطق روحي واطلع الدم. رد زين بلا مصاري، طلع دم. انت كفو تطلع دم، قولي وين كنت؟ روح سالي ولدك ما قال لك؟ الحين انت بس على وجهك تهدي حالك تروح الغريب؟ والله الغريب بكل مكان بهالبيت. انتوا شو مسوين غدا؟ انا هواياتي مختلفة من صغري. كنت احب الاجهزة واحب الكمبيوتر والالكترونيات. ابوي خصص لي الجراج عشان امارس هوايتي ولما كبرت تخصصت هندسة. زين وهو ما كلمك عنه؟ اقصد يعني عن اهله؟ لا ولما كنت صغير هم لا يعني انا لما كبرت شوي كنت اسمع امي وابوي يتكلمون بس ما اهتميت اني اسال. وش اللي خلاك تهتم الحين؟ كلام يدي. قلت لك
كنت اسمع على السبيكر وهو يكلم ابوي، كلامه شدني، طريقه الكلام، القصص، الحكايات، التاريخ اللي كان يسولف فيه. ايش قال عني؟ اللي قاله عنك قاله لك اني فاشل وعايش بالاحلام. هذا رايك عن نفسك؟ وانت كونت فكره عن الكل الحين؟ فكرتي لا تقدم ولا تاخر، انا يبا جاي ازوركم احقق رغبه يدي بس. اوعدك بشيء؟ تقصد ماديا؟ انا جيت تو الساعه كم عندكم الغداء؟ يعني بتتغدون؟ ليش تتكلم وياها بمواضيع خاصة؟ ليش؟ ليش؟ الحين صارت هي الأخت المغربة اللي تقول لها كل شيء؟ باكر بناتها يدرون وولدها والكل. حتى لو دروا أمون شفيج، هذول بنات خالتنا، ستر وغطى علينا، ما راح يتحجون. ليش تقول لها؟ ليش؟ ليش تقول لها؟ أمي خايفة عليك يا أمون، علامك أنتي، باكر تندمين. أندم على شنو؟ على العيشة اللي أنا عايشتها؟ ولا على أخوك نصور اللي قاعد يتحكم فيني؟ ولا على أمك اللي تزوجت واحد وعبالها اللقمة اللي طاشها لنا بتشفع لها؟ ولا أندم على أبوي اللي عقب هالسنين هذه كلها يا يشوفنا كم يوم عشان يريح ضميره؟ أندم على شنو ولا شنو ولا شنو؟ أنا ما عندي شيء أندم عليه، رجاءً ما أبي نصايح من أحد وما أبي أحد يتحكم حياتي، فاهمين؟ إي معاك معاك يا حليمة، أسمعك. إي لا لا لا، هذا ابو داود يكح، ماكو شيء. الله يبشرك بالخير ان شاء الله ان شاء الله. خلاص بيكم بس تقضبي لا يروح، قولي له الحين هي جايه. يلا 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 يلا، مع السلامه. يعني ما انت متغديه معي؟ لا ما علي سلمان، سامحني. هناك تدري بيتنا من عفس عفاس، انا من طلعت منهم وهم حالتهم حاله. انا قلت لك ان ولد اخوي حسن راد. قلتيلي. وقلت لك ان بنتي اليوم ملكتها. ام قلتيلي. وقلت لك ان ودوا الغداء قبلي وانا بلحقهم بتغدى هناك عندهم. عليهم بالعافيه. الله يعافيك. ما عليه ما عليه ابو داود، سامحني بس هاليومين تخلص كل مشاكل وان شاء الله اجاب لك. خير ان شاء الله. يلا تبي شيء؟ انا رايحه. ما تشوفين شر. غداك هو عندك ها؟ ما تشوفين شر. من صدقها خالتي؟ كذي يلعبون بحلال الريال حرام؟ انت شويش قول الحمد لله، الله يزيد خير ان شاء الله. الحمد لله بس يما بفلوس هذا. يما يعني ما انت مكلمته الحين؟ لا ما انا مكلمته، عنده امه تكلمه، والمثل يقول ما تعرف قديره الا ما تجرب غيري. اوه يما ايش فيك علي؟ انا سويت يعني؟ ها صوت جمول؟ اي يما اليوم صوتها ما ادري ايش فيه، متغير عن كل يوم. لا والله لا تستظرفين دمك حضرتك، واذا تبي تاكلون لا تنادوني، ما ابي اكل. متهاوشين؟ لا يما لا متهاوشين ولا شيء، هي ما ادري ايش فيها مشتطه اليوم، لا وكملت بوجود ناصر بيك. يا رب ايش اسوي بعد؟ اربطها بحبل. هو ما عنده سالفه، ما عنده مخ، قط نفسه على ناس غرب. يما تبين الصج ما يستاهلها، حتى ما كلف على خاطره ويسال عنها، ايش دعوه؟ يستاهلها ما يستاهلها هذا مو شغلك، عندك كلمه طيبه قوليها، ما حليمة اكلي تبن وسكتي. يا حليمه ان شاء الله ان شاء الله. يلا قلبي يلا يلا. كبار كبار سلالي سل العدو. ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ مستعصيه مستعسره ولادتك. الله يسلمك. سمعي الحين الله يعافيك، ايش رايك انا باكر من الصبح اسحب البيزات ومهر بنتي الجميله ونملج عليهم وحفله صغيره على قدنا وخلص نفتك؟ انا ما عندي مانع. ما بس انت وعدتيني تعطيني فلوس عشان اطلع الشريط. الحين الشريط اهم من الزواج؟ عشان بعدين ما حد فيكم يجي ويقول لي انت عطالي بطالي وما عندك شغل. مو مشكله تزوج وبعدين طلع مو شريط اشرطه. انا حاسب التكلفه، لحظه شوي. الموسيقيين والعازفين والسفره. شنو؟ اي سفر؟ يما انا قايل لك بسجل بالقاهره. القاهره بعد؟ صبر 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 صبر، ما يخالف، ما عندنا مانع. تزوج وخذ مرتك وروح القاهرة، منها سياحة ومنها شغل وشهر عسل. هذه ما انا قايل لك تكلفة الاغنية مع الموزع والعازفين والاستديو والتذاكر والسكن والناي والعود والكرال، يعني مع التقشف 10,000 دينار. والله 10,000؟ انت بتطلع شريط ولا بتاخذ سيارة؟ يا يمة مع التقشف. تشاو. زين يا وليدي. زين يا يمه يا حبيبي، يعني انا ما عندي الا هالمبلغ، لو اعطيتك اياه شلون بتزوج؟ بعدين انا بسالك سؤال، ايهم الزواج ولا الشريط اللي بتغث الناس فيه؟ الشريط
شفيك علي؟ شفيك؟ ايش تبيني اسوي؟ هذا انا عصبت عليه، تبين بديدي عليه؟ اخو ما يصير ريال اطول مني يا بنت الحلال. وهذه انا واقفه مع بنتك ضده، مع اني شو وقفتي مع بنتي؟ بنتك مو هامها، لكن قراده بنتي اللي متعلقه فيه، شو اقول لها؟ شريطه وخرابيطه هم منك؟ فكري فيها يا حلوم، فكري عدل. مسكين مشتط ومجتهد وهو صاج يبي يضمن له شغله قبل الله يجون عيال. انا غسلت ايدي منه. انت كلش مو لي مو متعاونه. يا رب احنا خوات ولازم نتعاون. انت ساعد. انت ساعد شلون يعني؟ اعطي بنتي بلوشي؟ عاد سمعي حكي الصج يا حلو، انا الحين ما اخذت على سلمان، لكن بس اخذ عليه باخذ منه فلوس وادفع لك اللي تبينه. بعدين وليد يمكن يصدق مع الحظ ويصير مطرب عود مثل هالمطربين، يقول لك يكسبون وايد عندهم ذهب. عيل اكو عادمي عنده جزيره ولا عادمي عنده باخره؟ وان شاء الله يصير مثلهم يكسب. وابوي الله يذكره بالخير كان يقول دائما خذوهم فقراء يغنيهم الله. جود جود ليت يزوجها يتعدل حاله ويركد يحلوه. لا تكلم يا شيخ خاص قدام هذا. هذا اسمه وهاب مو غريب يصير لنا. تدري ايش يصير لي؟ قالوا لي بس ما اعرفه. شو ما تعرفه؟ احاجيك انت اللي بتسكن عندهم وتعرفهم. هذا شنو خس؟ صدق جابر قاعد يدور عليك بعد صلاة الفجر وما رد البيت. سوري. سامحني يا ولد اخوي ما قعدت معاك ولا شفتك، بس ما علي، اليوم المغرب بتفرغ لك، ما بيك تزر ولا تفور نقعد يميع. بنطرك عمتي. اي جابر يمه تعال ابيك. يا حاضر. انا اسف اني سببت لكم احراج. اي احراج يا يمه الله يهداك. احنا متعودين كذي من قبل لا تجينا، كلنا ناكل على طاولتين، البنات حيويات. عمتي انا خلاص بنزل بهوتيل ويكم بالاوقات اللي تناسبكم. لا يا ولد اخوي، او هذا بيتك، بيت عماتك، بيتك، شو هالحكي؟ بتتم العمر كله معانا. انا ما احب اي احد غريب يجابلني على اكل، لا انا ولا خواتي. اذا انت تحبين كيفك، سبوت 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 صعدي فوق فوق فوق. يا يمه يا جبور اسمعني عدل، ما يصير اعيد وازيد بنفس الكلام يا يمه، ما يصير. هناك سلمان بروحه لازم ارد له. اسمعني الفلوس بتتم عندك وانت اللي بتصرف. والله يا خالتي مشكورين على هالثقه، بس انا الحقيقه ما اعرف وما عندي خبره في هالامور. بس انت اسمع منه افهم منه يا جابر، ولدي كودنا علي حبيبي علشان خاطري، وانت تعرف الحال، انا ما عندي كنز اغرف منه، ابيك توقف معه وتساعده، انت عضيده وبنفس الوقت ما ودي اكسر خاطره، ودي اجرب حظه جود ورحمته يصير مطرب مشهور وعود. ايه بس ترى هالشغله هذه يبي لها تفرغ. وانت ايش وراك يا يمه؟ لا شغله ولا بشغله، صير مدير اعماله. مدير اعماله مره واحده؟ حقيقه ما قصرته. لا تطنس، ادري فيك تطنس. حبيبي مصور مال غيرك، انت خيه وعضيده وحظه طايح يا يمه، انا ما بيضيع مني. بعدين لاحظ ترى انا ما عاتبتك على اللي سويته. والله يا خالتي اللي سويته واللي صار ترى كلكم تدرون، يعني انا ما قصرت، هي اللي ما تبي. بس انت ما صبرت عليها، ما وهلتها، بسرعه هونت. خلاص الله يهنيها راحت بطريقها وخلصت السالفه. شوف عاد انا اقول لك، اذا لك نيه انا اكلمها وانام براسها وانت فكر. والله يا خالتي انا ريال عطالي بطالي، لا شغل ولا مشغله، وياها واحد تقدم لها كل ام تتمنى حق بنته. قطيعه، اي ام اللي تتمناه؟ انا وحده ما اتمنى. انا عندي انت تسوى وتسوى طوايف 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 طوايفه. اي خلصوا كذي. يما لا تزعل من نصر، ترى هو دفش بس قلبه طيب. عمتي انا صحيح اني انا انولدت برا وعشت برا، بس عرفت تقاليدكم وانا عارف ان قعدتي فيها حرج. ما في اخبار عن ابوك؟ مثل ما هو. وابوي؟ ما اتصل واعتقد ما راح يتصل لانه يدري ان انا هني. الله يرده بالسلام. ولو اني حاسه انه ما راح يرد. انا ما ادري ليش باعنا ورخص فينا، مع انه هو اللي مربي عيالنا وهو اللي مسميهم. وهو يبي يسمع عنكم اخبار زينه. ومين يسمع وانت تقول ما تكلمه؟ عمتي انا برد هناك وهو هناك يكلم ابوي كل يوم، فقال لي لما ترد ابي اسمع اخبار زينه.
يطل هاي اخبار زين. يمكن الشيء الوحيد الزين ان نعيمه تزوجت، ولا كلنا على حطه ايده. لا لا بس ليلى اشتغلت، يابر بعد قاعد يحاول وانا قاعد احاول، وما ظنيتي هذه اخبار زينه وتفرح يعني. وين تلفت؟ وين راحت؟ قولي لي وين راحت؟ ما ادري عنها يما، انا صعدت من المطبخ عقب ما نظفتها ما لقيتها، بس واللي سهمك يما، لا حد يدري انها طالعه، لا تروحين تسالين احد عنها. شكوى لله، وانا كل ما جيت ارد حق هالفقير المسكين، المريض اللي ضايق بالبيت، اللي كحتها بتذبحني قبل لا تذبحها، طلعتوا لي بشيء جديد؟ يا ربي هذه متت عقل. جبور صاج، حتى جبور اللي ما كنت بالعته ولا واطمه بعيشة الله، طلع لا خوش ولد راكز وسنع ويبي لها الستر. بس اختك ما تبي يما، لا تبالغين الله يهداك، جبور ما يدري عن شيء. روحي بس ولي يرحم والديك، جبور يدري عن كل شيء والسر بين ضلوعه. يما جابر يدري عن حمود؟ يدري يدري يا سبوك عن كل شيء. ما عليه يما، مهما كان هذه بنت خالتك استر عليه وانسى السالفه، ترى عرضها من عرض خواتك. يما ايش دعوه؟ ترى انا ما تحكيت الا لما سالتيني. ايش السالفه؟ مو من نوعي اتحكى، مو متعود اخش عنك شيء. ما عليه يما، ما حد يدري عن هالسالفة خير شر. الكل يدري يما. أصعب شيء إن الواحد يكون مغفل ولا يدري إنه هو مغفل. لا يما لا تقول عن نفسك كذي. أنت أعقل مني يا أبر، أعقل مني وايد. أنا كنت أعتقد إن أبوك متزوجني أنا بروحي، طلع متزوج وعنده عيال. يوم إني عرفت ينيت ما قدرت أصبر، طلبت الطلاق لأن ما عندي حد يعقلني. بس انت اسم الله عليك عقلك عود، عرفت وصبرت وسكت، لا تقول عن نفسك مغفل. اول مره تمدحيني يما، وهذه الغلطه الثانيه يا وليدي. انا لو متعود امدحكم واشجعكم كان ما صار هذا حالكم. وانت ما عرفت تدز هالكلمتين مسج؟ الكره في ملعبك، كلمه واحده منك انت وننتهي من هالقصه زين؟ وما عرفت تقول هالكلمتين بالتلفون؟ يومين صار لي اتصل واسمع صوت غيرك واسكر. بعدين لما انت كلمتيني بجفاء. بذمتك شلون يعني انا اطلع الكلمتين اللي بقلبي وانت جافه معي؟ يعني طلعتي كرت موبايل جديد، ليش ما اتصلتي علي؟ ها؟ وانت متوقع اني راح اعطيك الرقم؟ متوقع انك تغيرين رايك يا امونتي. اسفه، ما اقدر اعارض النصيب. أمون ما أقدر أرفع عيني بعينك ولا بعين بدر، إيش فيك أنت؟ تعرفين إيش بتصيرين؟ بتصير زوجة ولدي، يعني أم حفيدي. كلمة عفوية رفعت معنوياتي 180 درجة. صدق الإنسان بين فترة وفترة يحتاج أحد يمدحه. مو أي أحد، إلا اللي تثق إن مديحه ما وراء مصلحة. أكيد، أمي ما تنطر مصلحة من وراء هالمديح، وأول مرة تحسسني إن لي قيمة. وأنت مو حاس إن لك قيمة؟ ما أدري إذا لي قيمة أو لا. عديت الثلاثين وأنا للحين أتخبط. أحمد ربك إن أنت انولدت في مجتمع ما يتخلى عن عياله. لو أنت بأمريكا كان من زمان بالشارع. للحين ماني عارف شلون أبدي الخطوة الأولى، وماني متأكد الخطوة اللي أخطيتها هي الأولى. أول خطوة إنك تتصل تطمن على أبوك. إنزين شلون أتطمن عليه؟ مثلك أنت عارف أمريكا فيها 50 ولاية و1000 مستشفى. السفارة ممكن تساعدك وتفيدك بعد. حتى لو لقيته ولو كان عايش ما راح يكون فاضي لي، بيكون مشغول بهمه وبمرضه. عنده ثروة وهذا الأهم. وإن دورت يدي نفس السبب. أنا ما دورت، هو اللي دور. وطبيعي طبيعي يعوض ولده، مع أن التعويض المادي ترى ما يكفي. إنزين والخطوة الثانية شنو؟ الخطوة الثانية تروح حق أخوك مدام استقبلك عدل، وتطلب منه وظيفة، أكيد بيوظفك يعني عندهم القطاع الخاص بالشركات وهذا. وبعدين أنت لك حق وشريك بكل الشركات، وإذا ما أعطاك حقك بتاخذه منه غصب عليه إذا مو الحين. إيه بس المحلات والشركات باسمه وباسم أخته وباسم أخوه، مو باسم أبوي. يعني أنت بتقول لي كونوا كل هالثروة وأبوك مو شريك فيها؟ والله ما أدري، صدق ارتاح بالحكي معاك، واحس انه تفتح لي افاق جديده ما مرت على بالي كلش. هذا مسج اكيد المستشفى. المستشفى زين في شيء جديد؟ السستر اللي تابع حاله الوالد حالته مثل ما هي،
وتقول ان يدي كان داق عليه. تتزوجين تزوجي، بس ما كان له داعي تطلعين امي زعلانه كذي. مو كافي انها قاعده على اعصابها قاعده تنطرج؟ انا اموت واعرف انتوا ايش فيكم علي؟ ليش ولا واحده فيكم فرحانه لي؟ انتي فرحانه؟ ماكو اي ردود افعال ابدا، لا منك ولا من بنات خالتك ولا حتى من اخوهم. ما احب اشوف هالنظره يا امون. اي نظره؟ نفس النظره اللي شفتها في عيون امي لما تزوجت سلمان. امي فقيره ما كان قدامها خيارات وايد، بس انتي شو اللي حادك؟ سبوت انا جاهزه، تبين تلبسين تروحين معاي ولا لا؟ الحين خلاص صرت مرتي رسمي، توني احس ان احلامي بدات تتحقق. انتم حددوا الوقت وانا ان شاء الله بي، لانكم لو صرتم محددين انا اقدر ارتب اموري من الحين. مبادر انت معاي؟ خير ان شاء الله. بدر يا ضيمه. لا يبا روح انت، سبقني انا قاعد. لا تاخر الوقت يا بدر. قم يا بدر. ما علي يبا، نص ساعه بس بسولف شوي ويا مرتي. حرام عليك، ليش ما تاخذون رايي؟ ليش تعاملوني كني خيشه عيش؟ والله حرام. واي واي من تشبيهاتك البايخه، مي راقيه كلش. قعدي انثبري وكله تبينا بيصير، لا تنافخين، قعدي. انا متضايقه منك يمه، تقررون عني ولا كني موجوده؟ لا واسمع اخباري من اختي بعد. اي اخبار انت يا نيتي؟ اختك اصلا ما عندها سالفه، ما عندها ما عند راشده. انا واختي تشاورنا، هي مجرد فكره. فكره يمه؟ فكره؟ تخيرين بيني وبين الشريط وتقولين فكره؟ والله احترت معاك يا جمول. يوم اني اعتراض قلت لي ما تبين سعادتي. يوم قلت اسهلها عليك قلتي عدوتي. ادري انك مو عدوتي، وادري انك تبين سعادتي، بس يمه انا مو سعيده. شفتي غاب ورد ولا كني موجوده، وهم تجبرون علي؟ ليش؟ ما جبرني احد، ايش فيك انت يا نيتي؟ هو نصر هذا طبعه. هذا هو من انولد هذه اطباعه؟ جديد عليك. وبعدين حبيبتي احنا ما غصبناه، هو عقله براسه وهو اللي اختار. وش افهم من اللي قلتي؟ اللي تفهمينه من كلامي ان نصر ما عنده خرابي، احسن من غيره وايد. اي بس هذا ما كان كلامك من الاول. بغيت لك واحد عنده خير، يكفيه ويكفيك يستر عليكم. نصر ايش عنده غير قمل ثيابه؟ لكن مع هذا ولدنا، نعرفه وقادرين عليه، واذا غلط عليك بننام مردانه كلنا. اهلا. الحمد لله على السلامه. مبين عليهم ناس طيبين مو كذي يا ناصر؟ الا خايسين وكل واحد فيهم شايف روحه اكثر من الثاني. استحى على وجهك يا صبي، لا تستخف بالناس، مو زين كذي ترى. اقول قوم 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 روح نام، باكر وراك سفر. ماني رايح، لاحق على النوم. اطمن عليك اول شيء بعدين اروح. يا سلام، صار عمري ألف سنه توك هاي تطمن علي؟ فيك الخير والله. واللي عمره ألف سنة على قولتك
ما عنده حكمة ودراية وحسن تدبير. بعد ايش عندك؟ ايش عندك بعد مناصر؟ غرت ايش عندك ضدي؟ ايش فيكم علي؟ بدل لا تباركون لي تزفوني؟ ايش فيكم؟ عموماً علامش قاعد نحاتيج. منصور قال طلعتي مبكر وسأل عنك، قلنا له انك وصلتي. ما عندك ساعة؟ ما تدري انك متأخرة يعني؟ وين كنتي؟ كنت افتر بروحي بالسيارة. بعد لازم استأذنكم عشان اقعد بروحي؟ تكلمي عدل. احنا ما عندنا بنات يقعدون للساعة 11 برا. ولا ترزين لي الدبلة. لي رحتي بيت راعي الدبلة ذيك الساعة تأخرك كثر ما تبين. الحين شورك بيدي. خالتي واللي عافيك ما له داعي للصراخ. انا للحين ما صرخت. لكن حطي بالك نوبة ثانية انت أخرتي لأن أنا مردانك، فاهمة ولا لا؟ خلص خالتي واللي يسلم عمرك هدي أعصابك. يما الله يخليك لا تعصبين، صح كلام أمينة، لازم نبارك لها بهاليوم، مو كافي احنا ما رحنا معاها؟ والله لو رادة مبكر كان باركنا لها، لكن واحدة تقولش قاعدة تمشى، ايش تبيني أقول لها؟ يما خلاص عاد، ولد أخوك فوق ايش بيقول عنه؟ خالتي أنا متزوجة الحين، وشوري بيدي، وأطلع وأرد على كيفي، أنا ماني ياهل. أمون ايش هالحكي؟ أوه؟ شورك عندي، فاهمة ولا لا؟ هات السويتش، هاتي! عطيها، ما تسمعينها عطيها. ليش أعطيها؟ لا يكون احنا قاعدين بالعصر الحجري وانا ما ادري. خالتي للمره الالف اقول لك لو سمحتي لا تدخلين طلعتي ودخلتي، انا ماني ياهل. سمعي مالش قاعده عندي. يلا يا معقراض تجي الفي روحي قاعده تحت راي امك، ولا قاعده مع اخوك عند اخوانك، او الاقرب روحي عند رايلك. ايش فيها هذه؟ لا يكون عبالها ان هذا بيت ابوها بروحه. عمون اللي انا خبره اللي يسوون شيء غلط ينزلون عنهم بالأرض، ما يرفعونها حتى. أنا ما سويت شيء غلط، أنا كل اللي سويته افتريت بالسيارة ساعتين متمللة بالضايقة بموت مقموتة. أنت اللي حطيتي روحك بهالموقف. أي موقف؟ أنتوا لا تجننوني، أنتوا لا تعيدين تقولين كلام خالتك اللي ما له أصلاً داعي. إيش فيك؟ بدل لا تسليني عن المعرس وتقولين لي شلون أخلاقه وشلون أهله وإيش سويت وما سويت ومتى موعد العرس، قاعدة تقولين لي مسوية شيء غلط؟ بنات خالتك وخالتك محترين، أنتوا وأمك شنو عذركم؟ إيش فيكم؟ بمر اخذ جوازها بسوي لها فيزا باخذها معي. وش حقه مستعيل؟ كمل كورسك ولما تيجي نسوي لكم عرس مثل الاوادم. امينه ما تبي عرس ولا انا، وانا بيها تروح معي. تصبحون على خير. اقعد يا حمود. ليش اقعد؟ ولدك خلاص مقرر وخلص، بعد انا مالي لازمه. كيفه؟ يبا انا لازم اودي لها المهر باكر، وانت الحين ما كتبت لي تشيك. خلي امك تكتب لك، انا ما عندي سيوله. تتغشمر؟ أنا الأبو ولا أنت؟ تو خليتوا فيها أبو ولا خليتوا فيها غشمرة؟ أنت ولدك تدري إيش سوى؟ حاط مهر 20 ومؤخر 40. أوف، ليش يا بدر؟ ليش؟ قلت له لا تتكلم، لا تحاججني قدام ريايل، قاعد يحاججني قدام الملاج، قدام الناس. يبا ال 20,000 هذه كل شيء منها، بدال الحفلة وبدال العرس. ما شاء الله، بدأت تفتي خلاص ها؟ طبعًا. لأن الفلوس مو من جيبك، من جيب غيرك. ليش يا بدر؟ ليش تسوي كذي؟ أبوك اللي هو أبوك ما دفع المؤخر هالكثر. أنا بعرف شيء واحد، أنت تحتكم على 40,000؟ عندك 40,000 تدفع لها؟ يبا الله يهداك، أنا توني متزوج ما أفكر بالطلاق. ما أنا زعلان يبا، إيش فيكم يعني؟ خاصة بالله أزعل؟ الله يهنيها، راحت بطريقها، الله يسهل دربها إن شاء الله. خلاص تبقى بنت خالة وصديقة وبس. زين ممكن تروح تقعد مع ضيفك؟ فشله قاعد بروحه. ما لي خلق، توني قاعد وتاخر الوقت، توني كنت قاعد وياه. جابر ودي اسالك سؤال، هل كبره صغيرونه؟ بس خايفه بصراحه تمسك تجي وتكفخني. ليلى ليلى انا متضايق من وضعي، من الوضع اللي انا فيه، يا متضايق من شغلي وحاسس اني قاعد اضيع وقتي. شغل عظمته وعرفته باسبوع، حتى الزملاء اللي معي احسهم متضايقين. بالعكس المفروض ما تضايق، انت تعرفت على ناس ممكن يفيدونك في كتاباتك. ويييي وانت لهن حاطه امل عندك ان انا بكتب؟ مو ضروري تكتب، تعلم ما فيها شيء. شوفني انا فتره هالكبر تعلمت اشياء عمري ما اعرفها، تعلمت ان معرفه الناس مكسب، سواء تعلمت منهم او تعلموا منك. ويييي هذا كلام خطير. هذا كلام يدي، صدقني ما فكرت فيه وما حسيت فيه الا الحين لما اشتغلت، وما حطيته في مخي عدل الا هاليومين. وشنو فهمتي؟ ما أدري بصراحة، أنا مو فيلسوفة كذي نفس يدي، بس اللي فهمته أن لازم تتعرف على الناس، ولازم تعرف الصديق ولازم تعرف العدو، يعني اللي يحبك واللي يكرهك، وهالاثنين هذيلا يخلونك تعطي أفضل ما عندك.
اسفه عبالي جابر. انت امينه؟ شلون عرفت؟ تعرفت على الباجي الا انت. غريبه، توقعت اللي عايشين برا يتكلمون كلمتين عربي وعشرة انجليزي. نفس الملاحظه اللي قالها اخوك تقريبا. الكل حسستوني ان اللي عايش برا جاي من المريخ. وين جابر؟ ما ادري، قال ان عنده مشوار مهم. مشوار ومهم بعد؟ ايش دعوه، مستغربه انه يكون عنده مشوار ومهم. انا ما اعرفك علشان اخذ واعطي معك بالكلام. يدي عنده مكتبه عظيمه ونفيسه. صدق لي قالوا امهات الكتب. انت الظاهر تبي تفتح معي مواضيع. اذا ما عندك مانع. عندك امهات الكتب اكيد ما عندهم مانع. عدل كلامك، على الاقل الكتب ما تقلل قدر الانسان مهما كان قدره بسيط. انا شنو سويت؟ شنو اللي ابي اوصل له بالضبط؟ شنو ابي من جابر؟ ولا شنو ابي من حياتي كلها؟ شكله طيب وصج متولع فيني وما يستاهل اجرحه، وهو ما له ذنب. أنا لازم أفتح صفحة جديدة بحياتي، لازم أفكر بمصلحتي. زين شنو هي مصلحتي؟ وين هي مصلحتي؟ أدري تحبيني وكلهم يحبوني، لكن أنا مليت من تحكمكم بحياتي، مليت من نصايحكم، أنا يمكن مليت حتى من نفسي. أنا قايلت له يا يما، قايلت له ما أقدر أسلمك أي شيء بدينك، وهو قبل ووافق. يا حبيبي يا يما، هالمبلغ مو سهل ولا يا بالساهل. شوفت عيني كله تحمل ضيم وظلايم، بس عاد من يفتهم؟ علشان خاطري جابر، علشان خاطري يا يما أوقف معاه. خالتي تحكين عن ناصر، كأنك ما تعرفينه. ناصر عنيد. ما عليك من عناده، إذا ما سمع كلامك ماكو شريك. خالتي هم أنا ما أعرف، خشين بهالأمور ترى. يا يما بس انت ذكي فهيم، ما ينخاف عليك، بتتعلم. لكن هو دود هو. أدري مو من حقي أسألك وين كنت، بس أنا للحين ناطرتك. خير يا بنت خالتي. بدر يبي ياخذ جوازي، يبي يسوي لي فيزا، يبيني أسافر معه. شو المطلوب؟ شكلك مو مهتم. أهتم بشنو بالضبط؟ يعني عادي عندك أسافر ولا ما أسافر؟ أمينة، إحنا من زمان ما نتكلم في خصوصيات بعض. كله من يدي الله يسامحه. يدي ما له علاقة، ما يدري عن اللي في قلوبنا. إيش قصدك؟ ولا شيء. إيش متوقع أرد عليك؟ إيش رأيك بفكرة السفر؟ فرصة تشوفين دنيا ثانية، دنيا جديدة، تكسبين خبرة، تغيرين جو. وإذا عندك طموح تكملين دراستك، أخذي دورة لغة وكمل الجامعة. إذا ما استفدتي من هالفرصة، اسمحي لي أقول لك، اسمحي لي على هالكلمة، تطلعين خبية. عمتي أنت كلامك كله سليم، أنت وأهلي وأنت ناسي، بس أنا حياتي مختلفة. يعني أنا المادة ما تهمني، أنا ممكن أطلع فلوس هني أكثر وما أدفع ضرائب والحياة أسهل، بس ما ادري، انا حاسس ان حياتي ناقصه. يعني اكون صريح معك، يعني انا صح اني قعدت هني كم يوم، بس حسيت انه كم شهر. اي بعد عمري يا يمه، ليش انه ما اخذت علينا ولا خذينا عليك؟ ما قعدت معانا ولا قعدنا معاك. اذا انت ولهان على بيك ما يخالف، روح شوفه وزوره تطمن عليه ورد. شوف لا تجاوبني الحين، فكر على راحتك تالي قرر. انتوا ما تصحون؟ ما تصحون؟ هاديني بروحي تحت. شقد مخشين عني ها؟ ناصر، إذا بتقعد بالبيت هذا لازم تعرف إن في نظام وقوانين. الحزة هذا حزة نوم، ما حد فاضيلك. نورانا دوامات إحنا. يا سلام، تموتون على الفلوس. رحموا نفسكم شوي، تداومون الصبح وتداومون عصر. ترى الجسم محتاج يرتاح. وبعدين أنا كله قاعد بروحي. وأنت بتتوقع إن إحنا بنهد شغلنا ونقعد نسليك؟ بس أنا ما تعودت أقعد بروحي. زين إيش رأيك؟ ليش ما تروح مع رشيد العيادة؟ اروح شو اسوي؟ مينون؟ مينون انا؟ اللي يروحون عند الاطباء النفسيين ترى مو ميانين، عندهم مشاكل ويحتاجون احد يساعدهم في الحل.
رشيدة اللي ما تعرف تحل ولا تربط، هي اللي تحل مشاكل الناس. رشيدة اللي معجبتك طبيبة وخريجة أفضل الجامعات، وعشان تقابلها لازم تروح قبل شهر وتحط لك موعد. ما بي موعد ولا شيء. شنو شايفني أنت، أنا مينون يعني ولا مينون؟ ليش تكلمني كذي؟ ترى أنا أبوي وصاك علي. خلصني من لقطاتك، تكفى. ووصاك علينا بعد. ما وصاني، لا تألف، ما وصاني. وبعدين أنا بغرفة حقي بروحي، مليت وأنا أنام بالصالة. شنو أنا ريال لي خصوصية، ما يصير يعني؟ ليش أنت ناوي تستقر هني؟ عيب، أنا أخوك الكبير، ما يصير تكلمني كذي. ولعشان أنت مجسم تغز نغزات، ما تبينا قاعد تقول. أنت شنو هدفك بالحياة؟ شنو خطط المستقبل؟ مو شغلك، ماك شغل. بعدين إذا ما تبي نقعد تقول. ما أبي أسافر واحد شايل بقلب علي. حتى لو أمي كانت زعلانة، مريت صوب غرفتها ما لقيت أحد، بمر عليها وقت ثاني. بعتذر لها إذا كنت غلطانة. إذا بعد مو متأكدة إنك مزعلتها. بس حد خلاص، البنت بتسافر وتخلينا شفيك. بسافر وتفتكون مني. لا تقولين كذي. إحنا راح نشتاق لك وايد. وأنا بعد بشتاق لكم كلكم. حتى جابر؟ إيش معنى جابر؟ لا ماكو شيء. أنا قلت بشتاق لكم كلكم. إيش معنى جابر؟ خلاص قلت لك ماكو شيء. أنت ليش ما تقولين صريحة؟ ليش تتكلمين بالألغاز؟ ما عليك منها. قولي لي متى بتسافرين بالضبط؟ ليلو ليش ما تردين؟ خليك منها، ما عندها سالفة. إذا أنا ما عندي سالفة، حتى بعض الناس ما عندهم سالفة. أنت ليش ما تقولين صريحة؟ ليش تتكلمين بالألغاز؟ ما تقولين إيش عندك؟ أنت اللي ما كنتي صريحة. جمول، أنا ما كنت صريحة بشنو؟ أنا كل شيء كنت أقول لك إياه. الشيء الوحيد اللي ما قلت لك إياه الاسم. ولا شنو تبيني؟ أروح أقول حق جابر؟ أخوي ما يستاهل تقشينا. أنتوا إيش فيكم؟ أنا أساساً كنت مرتبطة عاطفياً قبل الله يملك علي جبور. وجبور يدري باللعبة اللي سواها يدي، والحسنة الوحيدة باللعبة كلها إن جميلة تزوجت نصور. أنا ما غشيت أحد بشيء. أمون، ترى أخوي ما يستاهل. جابر يحبك ترى. عن الخرابيط وقول لي شو اللي مقعدك لهالحسة؟ ليش ما نمت؟ مجرد أرق بس. كنت تعرفها؟ من هي؟ شوف يا حمود، ممكن أنا أسأل وأنت تتغشى مني للصبح. أنت من يوم ما قرر بدر يخطب هالبنت وأنت معتفس. أنا سألتك وجاوب على قد السؤال. تعرفها؟ عارفه. عارف يدها، أمها، أبوها، إخوانها، كلهم عارفهم. معرفة قديمة هذه. بس هي غير. شلون؟ شلون يعني هي غير؟ أم بدر إيش فيك أنت يا نيتي؟ لوين وصلت هالمعرفة؟ أم بدر إيش فيك أنت؟ أنت تعرفين عدل. أنا ما أشوف غيرك ولا أقدر أرتبط بغيرك. بس تحب وكل سنتين ثلاثة تحب. أنت على بالك أني أنا قافلة وغشيمة وما أدري عن شيء؟ لا، أنا لما تغيشم بكيفي. كل علاقاتك العابرة هذه ما كان منها فايدة، كان تأثيرها مؤقت، بس كانت تجدد الثقة في نفسك. يا بدر، أنت عارفة عدل أن ما حد يملي عيني غيرك أنت، تعرفي؟ وأنا أقول لك ولدك لازم ما يشك بأي شيء عشان لا تطيح من عينه. أكيد يا بدر، سامحيني، بس الله يهداك أنت بعيد. كل مسافرة، حتى لما تكونين بالديرة هم مسافرة. وهم بسافر. أول ما ولدك يسافر مع هالمخلوقة باخذ بنتي وسافر، وانت شوف لك واحدة ثانية تتسلى فيها. علشان كذي كنتوا كلكم زعلانين مني؟ خالتي أنا ما عندي خبر وما توقعت. والله يا بنيتي عندك خبر ولا توقعته ما راح يغير بالموضوع شيء. هذه الدنيا كلنا ياخذ نصيبة فيها. خالتي أنا أحبكم كلكم. حبيتش العافية. صدقيني أنا ما سويت شيء غلط، بس كنت أتمشى. والله يما لما تكون نعيمة مو هني من حقي إني أخاف عليك وحاتيك. أنا
انت من صدقك؟ يعني برايك هذا حل؟ ايش قاعد تقول؟ ايش تبيني اعالج فيه؟ لا هو بعد ما يبي، مو برغبته. هذا ما يحتاج انه يتعالج نفسيا، هذا يحتاج انه يتعالج اخلاقيا. انسان مغرور شايف عمره ما ادري على شنو. انا اقول لا يسمعك احد علشان لا يشكك في قدراتك. كل الاعراض اللي ذكرتيها تدل على انه عنده مشكله نفسيه. بعدين انت قاعد تعالجين الناس، هذا من لحمك ودمك، اعتبريه تحدي. ما اقدر. ما في مواعيد لي 3 شهور قدام. تقدرين تخصصين له وقت لو بغيتي. لا يهني بالبيت، عندنا بالبيت ما في مشكله، او بالويكند. نعم؟ لا حبيبي. صراحة الويكند عشان راحتي وعشان اشوف ابحاثي، ماني فاضي حق الاخ الضال. ماشي، رشحي لي طبيب ثاني. نعم؟ ويعرفون ان عندي اخو محتاج علاج نفسي؟ وليش؟ العلاج النفسي يقلل من قدرك؟ لا طبعا مو هذا قصدي، بس هالناصر مؤذي. باكر يروح حق الدكاتره ويالف لهم قصص من خياله ويشوه سمعتي. بعدين تعال، انت ليش مصر على علاجه؟ اذا هو ما يبي، حاس انه هو انسان طبيعي، انت ايش تبي فيه؟ يكسر خاطري يا رشيده. في شيء يشدني حقه مو قادر افسره. يحسس اني انا مسؤول عنه، مو عشان وصيه ابوي. لا، ولا هي شفقه. اوكي ما عليه. انا بتكلم معاه وبعدها اقرر. بس الله يخليك يا عمر، لا تضغط علي. خالتي مريم، اسفه، قصدي سيستر مريم قالت لي نفس الكلام. دكتور انا اسفه ما اقدر اشتغل، صدقني مو شكوى، بس احس ان هم ما يحبوني، احس يعني يضايقوني وايد. حاولت معاهم بس ماني قادره. انا راضيه انك تنقلني اي قسم ثاني. شوفي يا ليلى، انت يا بنت مجتهده، وانا عندي المجتهد اهم من اللي عنده شهاده. وخلي عندك ثقه ان اي مكان بنقلك له بتنتقل معك نفس الصوره اللي ماخذينها عن زميلاتك. انت بيدك تغيرين هالصوره بدون ما تنتقلين. انا اسفه دكتور، ما بياخذ من وقتك وايد، بس صدقني حاولت. مو راضين يحترموني، قاعدين يتجاهلوني ويضايقوني قدام المرضى والمراجعين. كتبي فيهم تقرير. ما يصير دكتور، وهم ملتزمين بشغلهم واسلوبهم معاي ما له علاقه بالشغل. ما خاب ظني فيك يا ليلى، تفضلي على شغلك. زين دكتور، ما يخالف توقع لي على كتاب النقل؟ تفضلي على شغلك. ايش رايك؟ شنو؟ في كل شيء. والله عمتي تتكلمين كنا المكان مكانك. مو لازم ليكون ملكي، لكن مكاني في ديرتي. هو مستشفياتنا الحمد لله مو ناقصها شيء، شفت انت متطوره والاجهزه كلها متطوره. الحمد لله امريكا ايش عندهم؟ امريكا كلها شبرات واجنحتهم كلها على نفقه فلان وعلى نفقه فلان على المحسنين. يلا انقلبوك يبا يلا. والله عمتي حالته ما تسمح، انا على العموم اخذت فكره ومشكوره وايد. زين ابوي ما اتصل؟ والله عمتي نفس الجواب من امس، ما حد دق. رد. هذا المستشفى. وش؟ قول رد. الو الو يا فرصه تشوفين دنيا ثانيه، دنيا جديده، تكسبين خبره، تغيرين جو، واذا عندك طموح تكملين دراستك اخذي دوره لغه وكملي الجامعه. اذا ما استفدتي من هالفرصه اسمحي لي اقول لك، اسمحي لي على هالكلمه، تطلعين خبيه. انا بقولها لك انت بالذات لانك انسانه فاهمه وتعرفين معنى الكلام. جابر يحبك ترى، بس انا ما احب. ما تحبين منو؟ انت شو تقولين؟ منو هذا اللي ما تحبينه؟ منو جاب سيرة الحب؟ زين تفضلي، في زوار ينطرونك بالديوانية. هلا أمينة، هلا بالغالية، أعرفك أمي. سلام خالتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أمينة أنا جبت لك خط مع تليفون عشان تكلم على راحتنا على معك. شكرا. ليش هي ما عندها موبايل؟ يمه ترى أمي بتي بعد شوي. ما له داعي، لأن ما راح نطول. أمي حبتي بالمهر بنفسها.
أنا بنطرك بالسيارة. ما قال شيء بس وجهه تغير. أنا خايفة إن أخوي في شيء. شو يصير في يمك؟ شو يصير في أكثر من اللي هو فيه؟ إذا الله يهداك هذا شغله شايتني هني على بالي في شيء مهم. شو مو مهم؟ إذا يقول لك بيرد على أول طيارة معناتها السالفة شايدة. أكيد أبوي وأخوي فيهم شيء. هني مكان شغل مو مكان سوالف. شفيك شفيك على شنو صارخ أنت؟ ما اشتغل عندك؟ أنا متطوع هني. ها خليه يولي القوطي هذا. يلا قلبيك يلا. المهم هو قايل لي ما راح يشيلون الأجهزة إلا إذا هو وقع. أنا خايفة يا أبا، خايفة إن أبوي في شيء مو رايح إلا رايح يوقع. أنت اسمعني عدل، إذا مالك نية تشتغل شوف لك مكان ثاني. أنا ذابح اليوم هذا. يما دقيقة الحبيبة صبر شو بتسوي؟ لا دقيقة دقيقة. هذا لبسكم خلاص ما أبي. الصراحة يما أحرجتيني. البنت على مرة تشوفينها كشرب بيها. والصراحة بعد إنك صدمتني. شنو هذا اللي مختارها؟ هذه ما تسوى شيء، لا مهر ولا شبكة ولا حتى مؤخر. هما البنت ما فيها شيء، أخلاق وجميلة. بس خلاص بدر، أنا أقول أحسن شيء بالموضوع إنك بتاخذها وتسافر، وباكر لا تي تتشكى منها لأن اختيارك أنت مو اختياري أنا. لحظة يما لحظة، أبيتي من صدقك مو عاجبتك؟ لا تسألني هالأسئلة، الله يهني كل منا عليها بعد. شو ما أسألك؟ أنت أمي، يعني رأيك يهمني. رأيي يهمك؟ عقب ما ملشت؟ أنا أقول أحسن شيء تسويه خذها وسافر، وأي شيء بغيته أطلبه مني أنا، لأن أبوك مو فاضي حق هالخرابيط. خرابيط؟ إيش خرابيطة؟ أي شيء يتعلق في هالزواج أبوك مو فاضي له. أنا أقول أخذها من بيت أهلها وسو لها عشاء وعلى طول المطار. ما تطمنت حق نظراتها، نظراتها تخرع. شنها حاسة بشيء؟ شنها تدري بشيء؟ تدري ولا ما تدري؟ خلاص ما تقدر تقول شيء الحين. أنت مرت ولدها. يعني أنت تكون مطمنتني بهالكلام؟ وأنت قبل لا تصرين على هالزواجة ولما سكرتي أذونك عن النصايح ما توقعتي هالشيء؟ سبوك أنت شايفة الولد شلون طيب ومتعلق فيني. قلتي هالحكي قبل عن أبوه؟ أنا غلطانة اللي أسولف معك. أنا ما أدري إيش تبيني أقول لك. خلاص مثل ما تبين. طيب طيب سبوك تلقين حمود قايل لها شيء بس ما تصور. إنزين إذا حمود مو قايل لها أو حتى بيقول لها ليش ما قال لها قبل أنا ملج؟ أمون أمون أنت ليش شغلة روحك بقال وما قال؟ أنت الحين خلاص على ذمة الريال، شغلي روحك بالزوج مو بهلا. شي تخاف علي بزر؟ أنا تخاف علي الله يهداك. كاهو البيت عند عيني. دقيقة واحدة أنا واصلة ماني متأخرة. أنا لو فيني شدة كان وصلتك ورديت. أنت بالقناعة يا الله تنسم الله يهداك. وين فيك شدة؟ ما عليه ماني متأخر. عيل لا تأخرين عليه بعد عمري. إن شاء الله وإن شاء الله ابن حلال علنا. أقول اسمعني سلمان، أدويتك يمك مايك صوبك وكسجينك برقبتك وأنا إن شاء الله ماني متأخرة. صار؟ صار. لا تسرعت ولا هم يحزنون، انا لا يعج ابدي من هالشغل ومن هالريال. احنا ابوك انا حاط عيني على منصبك. شنو وزير؟ انت ايش فيك؟ اي وزير؟ انا حاجك عن وهاب تقول لي وزير؟ يابر يابر يما انا هالولد هذا احس انه غامض غامض وخاش عنه شيء. ايش بخش عنه يما الله يهداك؟ ايش بخش؟ ما ادري، عيل من قرب المسافه يقول لي بروح وبرد. تعودت عليكم؟ لا 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 انا حاسه ان يدك في شيء. يما يدي ما في الا العافيه، بس لا تفاولين انت. يما انا هالايام تجيني احلام تخر، انا خايفه ان ابوي في شيء. جد تقول كلمه وداع سر حبنا شاوذا
يعني انا قالت لك عندي شغل، ليش تعمد تنرفزني؟ وانا ايش قاعد اسوي؟ قاعد العب كره يعني؟ قاعد اغني يعني، هذا شغلي. والله زين، ايش رايك اسمعك اغنيه من البوم الجديد؟ ها؟ لا، ايش رايك تهد العود وانا بهد الايباد وبكلمك شويه نقعد نسولف جد. اوكي، ايش دعوه انا كنت قاعد غشمر معاك؟ اصلا انت ما تعرفين تغشمرين ولا انا احب اتغشمر معاك. انت تبي تصير مطرب يعني، صوتك لا باس فيه يعني، لا تستحي تقدرين تقولين صوتك رائع يعني، انا اتقبل النقد عادي. طيب يعني كل طموحك انك تصير مطرب يعني مشهور وغني بعد من اول شريط؟ طبعا. واذا ما نجح؟ وليش ما ينجح ان شاء الله؟ لا بينجح 100%. قاعد اقول اذا ما نجح. استغفر الله العظيم. شنو بدا الحسد؟ بدا عندك فلوس تطلع شريط ثاني؟ عندك القدرة على انك تتحمل تكاليف الشريط الثالث؟ تقدر تتحمل الفشل؟ ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ انا مو معقد، انتيني. بعيدا عن العقد، انا قاعد اتكلم عن امكانياتك الماديه والنفسيه. لا حول ولا قوه الا بالله، كلامك هذا يجيب المغثه. بروح ادق من البراده شويه يمكن اهدى. اوف، انزين خلاص انزين. ايش فيهم؟ ما فيهم شيء، انا بروح لهم، ماني مطوله عندهم، بروح اشوف اختي ضروري، بالكثير ساعه ساعتين، قول اربع. انت كلها ناقه نعيمه. ايش اسوي قصبا عني؟ بنتي بتتزوج وبتسافر وما قعدت معاها ولا شفتها ولا شفت ولد اخوي، ماني متاخره. يا انا راحتك. بقول لك ماني متاخره. يا ربي، اقول ايش رايك تروح معي؟ يصير؟ هو اكيد يصير. انت بقعت مع بنتي ولا شفتها ولا شفت ولد اخوي. انا ترى ولي لازم انت هناك، توسع صدرك شويه واحسن لك بالستحه، بس مالك شغل بحليمه. تغارين علي؟ هاو ليش ما أغار؟ مو ريلي؟ أسلم عليها من بعيد لبعيد. خوشي، أنا أضحك معاك من صدقك يا ولد الحلال، بس أنا عندي شرط ثاني. ما أدري يمه، قال بيدق مرة ثانية وما قال لي شيء ثاني. أنت متأكدة قال بيت عبد الوهاب؟ يمه متأكدة، حتى سألني عن جبور قلت له مو موجود، رد سألني عن ناصر قلت له هم مو موجود وبس، وقال بتصل مرة ثانية. لا حسرة عمري، أكيد خبري غث. يا ربي هالمرة كلها تبدي الشيلة، لا تفاولين. وهمني يا سلمان، يمكن واحد من ربع العيال. والله يا خالتي أنا عن نفسي ما عندي أحد من ربعي يدق علي. ولا حتى ناصر عنده حد يدق علي يمه. جمول أكيد قال لك بيدق مرة ثانية. إي يمه أكيد. زي صوته مو معروف، مو من ربع أبوي. يمه أنا إيش عرفني بأصواتهم؟ إلا وهاب وأنا فيه. من شوي طلع. أخذ جنطته معاه؟ ما حسرت عمري. لا أكيد 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 الخبر مو زين. يمه لا تسوي كذي عاد. يمه اخذي ريلك وروحي بيتكم، خالتي ناويه تسوي مناحه. ليش؟ هو ابوها بس مو ابوي انا، ماني متحركه من هني لين اطمن عليك. وبعدين يسلمك جابر وصله انت يا يمه. وصلي يا اخي، اخاف الريال يتصل خصوصا هو طالب بنفس. ها ايش قلت؟ شنو؟ ناصر ايش فيك؟ ترى انا ما احب اعيد الحكي مرتين. قلت لك انت اذا بتم قاعد هني لازم تتخلص من الرواسب اللي هني. بعدين ما فيها شيء، وايد فنانين ومشاهير ورؤساء راحوا عند اطباء نفسيين، مو عشان مرضى نفسيين او معقدين، لا، عشان يتخلصون من عبء الماضي واذا في شيء مضايقهم بحياتهم اليوميه. انت ايش فيك؟ ايش قاعد تخربط على راسي حياتي يوميه ومترسبات وخرابيط؟ شايفني انت؟ شايفني انت بتسوي دعايه حق اختك على حسابي انا؟ ايش عبالك انا؟ عبالك انا واحد مشرد ولا خبل مو لاقي احد غيرك؟ بس والله عيل قوم وشيل عودك وتوكل على الله، دور لك مكان تقعد فيه. تطردني من البيت وابوي موصيك علي؟ خلصت لقطاتك حبيبي؟ اي اطردك من البيت لان ابوي وموصيني اوقف معاك، مو اتحمل مسؤوليتك، بعدين انت اخونا العود، انت اللي لازم تدير بالك علينا. على فكرة ترى لا يكون عبالك شغلك هذا عاجبني، ترى حتى شغل اختك ترى لوعه على فكرة. ها صدق حبيبي؟ زين شنو تقترح نشتغل؟ يعني انا ما ادري، انا احس انت مضيع وقتك واختك مضيعه وقتها، يعني ترى شغلك معي
سد فراغ لا اكثر يعني. شوف جوابك هذا ياكد لي انك انت صدق محتاج لمعالج نفسي، وهذا دليل على ان انت صدق بلشت تخورها معاي. احترمني، انا اخوك الكبير. ولا والله والله دق على طرف شنبك هذا اعزف عليه. والله والله زرد على الموبايل، تليفون قايرن. اوف هذا جابر، جابر خله ماك شغل فيه، لا ترد عليه. الو هلا جابر. لا كاهو يمي قاعد. ويلو مك عطاك عمره.